وهذه الأرض التكرم بالتوضيح، هل انفصل الروح؟ هل انفصل الروح عن الجسد عند موت المسيح؟ فالموت هو انتقال أو انفصال الروح عن الجسد. ومات السيد المسيح على خشبة الصليب وأسلم الروح، ثم دفن 3 أيام، أي أصبح جسد بلا روح. يقول في نهاية كل قداس نقول أؤمن أن النفس الأخير أن هذا هو الجسم إلى أؤمن أن لاهوت لمفارق ناسوته. لاهوت لم ينفصل عن ناسوته إطلاقا، لا في حالة الموت ولا في حالة الدفن ولا في حالة البيع، لكن الروح انفصلت عن الجسد. لو ما كانتش روح انفصلت عن جسده ما يبقاش مات، وهو مات. انفصال روحه يعني الروح الإنسانية، مش روح إلهية، الروح الإنسانية. واحنا بنقول في القسم السورياني ان روحه انفصلت عن جسده ولاهوته لم ينفصل قط لا عن روحه ولا عن جسده.